بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعمل موديفاي لاي عنصر من العناصر، اجي الاقي عندي هنا امر موديفاي اختاره، او من قائمه موديفاي هنا هلاقي الاوامر اللي احنا متعودين عليها زي موف، روتيت، سكيل، ميرور، فيلت، ديفايد. طيب خلينا مثلا نقول له انا عايز اعمل كوبي. تمام، اختار مثلا العناصر اللي انا عايزها كوبي. هنا ممكن اقول له ان سيلكت، يبقى انا كده ما حددتش حاجه. سيلكت اقول هختار كل حاجه، هختار العنصر اللي انا عايز انقله بس. تمام، وبعد كده هقول له الخطوه اللي بعد كده، اعمل لي كوبي من هنا لهنا. طيب هيسالني سؤال، هل انت عايز تلغي العنصر القديم؟ انت كده عملت موف، ولا كيب اوريجن تحتفظ بالنسخه القديمه، ولا انت عايز تكرر العنصر ده 10 مرات او 5 مرات الرقم اللي انت هتكتبه هنا. اقول له ماشي، وعندي اختيار اسمه يوز كارنت لاير، استخدم اللاير اللي انا واقف عليها مش اللاير اللي هو مرسوم عليه. فاقول له اوكي، ابدا ينسخ لي العنصر زي ما احنا شايفين. تمام، طيب تعال نجرب حاجه تانية. اقول له مثلا عايز اعمل روتيت. تمام، روتيت هختار العنصر اللي انا عايزه، في عناصر كتير متحدده، هقول له ان سيلكت اول، وبعد كده هقول له انا عايز اختار العنصر اللي على مزاجي، وبعد كده هقول له انا عايز اعمل له روتيت. تمام، ما عنديش مشكله انه يعمل روتيت، حدد نقطة المركز اهي، دي النقطة اللي انا هلف من عليها. تمام، بيسألني عايز تلغي نسخة الاصل، ولا عايز تحتفظ بيها، ولا عايز تلف بزاوية معينة، ولا ملتيبل كوبي. ملتيبل كوبي ممكن اقول انا عايز 5 مرات بزاوية مثلا 45. تمام اوكي، هيلف لي الشكل بزاوية 45 زي ما احنا شايفين. جميل جدا. طب ايه الامر التاني اللي عندي؟ عندي امر كتيرة، ممكن اقول له مثلا اعمل لي سكيل للعنصر، اختار العنصر اللي انا عايز اعمله سكيل. تمام، واجي بعد كده اشوف هتعمل سكيل قد ايه. تمام، ممكن اكتب له مثلا انا عايز بوينت 5. تمام بالشكل دوت اهو، كل واحده فيهم نص اللي قبليها. ممكن اقول له انا عايز اعمل تريم مثلا. طيب هختار الشكل دوت. تمام، وبعد كده هقول له اقطع دوت، اقطع دوت، اختار الشكل اللي انا عايز يتقطع. او ممكن اقول له انا عايز اعمل تريم بين ده وده مثلا، يتعمل لي الزاويه دي والباقي كله يتلغي. تمام، دي بعض عن الحاجات السهله والبسيطه. ممكن اقول له هنا دوت، ممكن اقول له اعمل فليت، ممكن يعني الاوامر اللي احنا متعودين عليها، ممكن تفجر، اكسبلود، ممكن تعمل فليت بين ده وده مثلا، هتحدد الراديوس بتاعك هنا، وبعد كده بين اي عنصرين تقدر تعمل الزاوية بتاعتك زي ما انت شايف.